من 2003 لليوم شكو مطلوب للقانون العراقي وللعدالة العراقية هو محتمي بالأردن. كلام مسؤول رفيع المستوى في الانتربول قال أن أكثر من 1400 مطلوب للقضاء بتهم الفساد وبتهم الإرهاب موجودين في عدة دول وعلى رأسها الأردن. أين أنت أول مرة قبل لا تعتبون على الأردن؟ روحوا عتبوا على اللي منكم وبيكم أمثال ميسو اللي حاوي شكو واحد صاحبته ومو حرامي وملفي يمه، ومثل ما أبو الأردن ملف رغد ميسو كان ملف عزة الدوري.